أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بك أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. جو بھی اس سورت مبارکہ کو مکمل طور پر سنے ان پر سجدہ لازم ہے، اس لیے انہیں سجدہ کرنا ہوگا.